السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بالف خير وعلى خير. اليوم الحبيبات ديالي جبتكم واحد الوصفه سهله مهله وما كتاخذش من الوقت ديالنا بزاف. وقبل ما نبدا في الفيديو نتاع اليوم اللي هو فيديو جديد في نهار جديد، نبغي نقدم تعازي للاسر اللي فقدوا افراد من الاسر ديالهم بسبب وباء الفيروس نتاع كورونا. وكنتمنى كذلك من العلي القدير يشفي دوك المصابين اللي راهم دابا الحالات غدا وكترتفع، عدد الحالات غادي وكيرتفع. نتمنى الله يحد الباس في دوك العدد الوفيات، ونتمنى الشفاء العاجل لهذوك الناس اللي مصابين وكاينين في متواجدين في المستشفيات. خوتي اش غادي نقول لكم، حنا كنعيشوا دابا فتره حرجه وصعبه، والله يفك الله يفك جرتنا كما يقولوا على خير وبخير. اذا حبيباتي اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي سهله مهله، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، وكتدار في الفران. كنعتمدوا فيها على هذه المقادير اللي غادي نقولها لكم دابا. اذا البنات شنو عندنا في المقادير؟ عندنا واحد، انا عندي هنا ثلاثه البطاطات كبارين قطعتهم، عندي واحد العلبه ديال 125 غرام ديال الشامبينيون، وعندي هنايا 300 غرام ديال الكفته، وشويه ربيع ديال البصله مدقه صغيره، وعندي هنا بصله كامله قطعات اطراف صغيره حتى هي دو بيتي كارو، عندي واحد شويه ديال لا موزاريلا، وعندي الفرماج ترونشي لي ترونش، عندي قزبر، عندي معدنوس. بالنسبه للتوابل عندي الملحه، عندي شويه السودانيه، الكمون، الشاونيه، شويه الابزار، شويه ديال السكينجبير. يلا حبيباتي غادي نرد هاد البطاطا الثقله ونرجع معكم. اذا رديت البطاطا ديالي كطيب، الان غادي ندير الشرميله الكفته، شويه الملحه، البطاطا راه كنقليها انا يعني بلا ملحه مسوسه، شويه ديال الشاونيه حاره السودانيه، ما كتعجبني الحار الصراحه كيحمقني الحرور، سكينجبير، الابزار، الشاونيه، والكمون. غادي ندير لها نص معلقه ديال القزبر مع الثومه والمعدنوس، واحد المعلقه صافي. انا قزبر ديجا قلت لكم كي كندير له، دابا انا غادي نخلط، غادي نعجنها بيد ديال البنات. بسم الله ندير راه مقيين مين، انا كتعجبني الكفته بالثومه، كاين الناس اللي ما كديرلهاش الثومه، انا كتعجبني بالثومه. بلا ما قلتلكمش البيض، كاينين ربعه د البيضات، اذا نخليها تتوق فيها العطريه ديالها حتى طيب ليا البطاطا ونرجع معكم. يا حبيباتي قبل ما كطيب ليا البطاطا، دابا راه مستيم علي نطيب، قريبه طيب دابا البنات، ها نتوما شوفوا نقربكم ليها، قريبه طيب يعني دارت نص طياب، دخلها الطياب. دابا غندير فوق منها البصله وغادي نخليها تطيب مزيان، يعني ما تحمرش بزاف، المهم طيب حيت عاد باقي طيب لنا كلها المقادير غيطيبو لنا في الفران. دا الان غادي ندير البصله ديالي فوق البطاطا، صدقوني راه كتجي رائعه جدا، واحد البنه كتجي فيها ما نقولكمش. حنا الناس ديال الشمال معروفين بهاد البطاطا مقليه بالبصله، سواء شرائح او لا هكذاك، الطورطيه كذلك مثال كنديروا فيها البصله، وهذه راها بحال الطورطيه معمره بالكفته. يعني من بعد ما قلينا البطاطا ما خصهاش
تقلى حتى تحمر، لان عاد طيب في الفرن. وسميتو البصله ما خصناش تحرق، خصها تبقى هكذا معسله، حيت هي كتحرق كتولي تمرار. اذا هنا درت شويه ديال ديك الزيت اللي تقلات فيها بطاطا، نصنا بالبصله، غادي نقرد فيها، غادي نحمر فيها شويه لي شامبينيون، غادي نزيد لهم واحد المعلقه ديال شويه القزبر والثومه، باش يتنسمو ليا بالقزبر والثومه، ونزيد لهم شويه ديال المليحه. غير شويه البنات نمشيو هكا يتشوفو شويه في الزيت وصافي. غادي ندير عليهم الكفته، غادي طيب فوقهم الكفته. الكفته ما بغيتهاش طيب كذلك ومثال بزاف، يعني هانتوما غادي تشوفو كي غادي نخليهم. مافيش هاديك، ندير غير الفرشيطه صافي. نخلطها مزيان مع داك الاخر، غادي تصلح الفطور في رمضان البنات. غزاله كتجي طرطيه بالكفته، دوها عشاء ولا سحور ولا اللي كيتسحر الماكله، اولا فطور في المغرب. كلشي كيعجبو الكفته والبطاطا في المغرب في رمضان. ما خصنيش الكفته ديالي تقصح، غير تحيد منها ديك الحموريه صافي، كما نقولو حنا كيتحيد منها الدم. غير تحيد منها شويه الحموريه صافي، وغادي نطفي عليها حتى تبقى رطبه ماشي تقصح. غادي نخليها جانبا، شتي شوحتها شويه صافي، ما بغيتش نديرها خضره مباشره في التورتيه، كنت غادي غير نشوحها في المقله وصافي. كنصا بركه عليها صافي، مخصهاش طيب تولي قاصحه. دابا غندهن المول ديالي وغادي نصايب الكراتان ديالي، الطورطيه ديالي، ونديرها في الفران. خلطت ثلاثه البيضات، درت لهم واحد المعلقه نتاع المعدنوس والثومه، ودرت لها شويه ديال الملحه، هادشي اللي درت لها في التوابل البطاطا صافي، وخليتها هنايا جانبا. ودابا غادي نحط الطبقه الاولى، زدت لها الفرماجه البنات نسيت ما قلتها لكمش. دهنت المول بالزبده، دابا غادي نفرش البطاطا ديالي، نسرحها مزيان باش تاخذ لي كاع هذا. نجيب الكفته ديالي، غادي نوزعها على كاع المول ديالي، تجي تبقى هكا. البطاطا قطرناها من الزيت، ما خليناش فيها كاع الزيت صافي. اذا طرحت هنا الكفته مزيان على كاع المول ديالي، ودابا غادي نزيد الطبقه الاخيره فيها البيض والفرماج. نسيت هذا الشهاده،
الصفرة درنا لداخل الجبن كيفاش نكثروا بزاف باش تجمعنا البطاطا ديالنا. البيضه ها هو دابا غادي ندخلو الفران. شعلت الفران خليته يسخن. دابا غادي ندخل الطورطيه ديالي اولا الكراتان ديالي. اذا غادي نذوقها البنات قدامكم. بسم الله. كنصحكم بها البنات. غزاله 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 غزاله. ماني منتجها وقفني عليها. يلا حبيبتي مع السلامه. ما تنساوش تابوناو معنا وديروا لايك وتشوفوا مجموعه ديال الفيديوهات ديالنا الذي تيبان لكم على الشاشه الفوق. يلا حبيبتي مع السلامه.